برنامج جيتسو الإمارات يرصد لحضراتكم أجواء وكواليس منافسة الجولة الثانية من بطولة صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجيجيتسو، فأهلا بكم. تعد الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو ونائب رئيس الدولة للجيجيتسو وهي ثالث المنافسات التي أقيمت منذ بداية عام 2019 في وقت يستعد مجتمع الجيجيتسو لاستقبال العديد من البطولات المميزة خلال شهر فبراير 2019، منها بطولة التحدي للجيجيتسو أبو ظبي، ثم تليها بطولة رأس الخيمة الدولية لمحترف الجيجيتسو في الشهر نفسه. كما تعد بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجيجيتسو بشكل عام واحدة من البطولات الهامة التي يسعى فيها الأبطال المشاركين في تحقيق أكبر استفادة منها على الصعيد الفني والتكتيكي. في البداية نحن أعدين البطولة بالتنسيق مع اتحاد الجيجيتسو قبل البطولة بأسبوعين. 11 نادي مشارك اليوم، كم من اللاعبين مشاركين وكذلك استقطاب الجمهور، كل هذه الأشياء نحن عديناها وحسبناها في الحسبان. بالنسبة للصالة الرياضية كافة المرافق جاهزة لاستضافة البطولة، وإن شاء الله نجاح للبطولة لين ختامها، يعني وقت الختام. بالنسبة للواجهة الخارجية للجمهور واللعيبة، حاولنا نحن بقدر المستطاع في النادي أن نحن نوفر أشياء ترفيهية لهم. وفرنا نحن كذلك مطاعم موجودة هنا كذلك تخدم اللعيبة والجمهور، كذلك الأمن موزع بشكل كبير، والمتطوعين جزاهم الله خير قايمين بأكبر يعني وجه وواجب. يعني أول شيء نادي الشارجة من النوادي حقيقة السباقين في دعم رياضة الجيجيتسو، حقيقة في كونهم يستضيفون أكثر من بطولة في أكثر من نادي لنادي الشارجة التابع لهم. طبعا اليوم نحن سعيدين بأن بطولة كاس سيدي صاحب السمو نائب رئيس الدولة تدشن القاعة الجديدة لنادي الشارقة الرياضي بمنطقة الحزانة بعد ترميمها وتجديدها. بالنسبة لنا نحن شرف في اتحاد الإمارات الجيجيتسو كون أن البطولة تدشن افتتاح هذا الصالة. بالنسبة لبطولة سيدي صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجيجيتسو، طبعا هي هذه النخل الأولى واليوم نحن بالجولة الثانية. حقيقة لامسنا نوع جديد، خلنا نقول من تطبيق فنيات جديدة لرياضة الجيجيتسو. شفنا من خلالها كيف تعامل الأندية مع تعرف مشاركاتهم في الجولات الخاصة بكاس نائب رئيس وحرصهم على التفوق والصدارة. اليوم عندنا نادي العين هو متصدر، نادي الوحدة والوصيف، وعفوا الجزيرة الوصيف والوحدة الثالثة. طبعا يحاولون الآن لو تلاحظ كل مدرب نشوفه قاعد يحاول أنه يستخدم فنيات معينة أنه يحصد أكثر عدد من رصيد النقاط، وهذا نحن فخورين وسعيدين في هذا الإمارات الجيجيتسو أن نحن نلاحظ أن وتيرة المنافسة قاعدة تصعد وتعلى. تتركز التفاصيل الفنية لبطولة كأس نائب رئيس الدولة للجيجيتسو على تأهيل لاعبي الأندية المحلية من خلال مشاركتهم في منافسات تتبنى معايير وقوانين مشابهة لتلك المعتمدة لدى البطولات الأسيوية والدولية، ما يمكن اللاعبين من التعرف على الآليات والتقنيات المطبقة في هذه المنافسات وبناء لياقتهم البدنية التي ستؤهلهم للمنافسة على ألقاب دولية في مراحل لاحقة. يتبنى اتحاد الإمارات للجيجيتسو أسلوبا تحكيميا مختلفا يعرف باسم دور بالإعادة، والذي سيضمن للاعبين الخاسرين فرصة العودة للعب لمباراة ثانية قبل خروجهم نهائيا ليتمكنوا من المنافسة على الميدالية البرونزية. شاء
شهدت فعاليات الجولة الثانية من منافسات كأس نائب رئيس الدولة حضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وشيخ طارق بن فيصل القاسمي أحد أبطال لعبة الجوجيتسو على المستوى الإقليمي والعالمي وسعادة خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد بالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وسعادة عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي وسعادة المهندس سليمان عبد الرحمن الهجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي الثقافي رئيس إدارة الألعاب الفردية والعديد من أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي وأعضاء ومسؤولين من مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو. إن شاء الله اليوم بثبت عمري وإن شاء الله بلعب بس بطلع كل اللي عندي. الصراحة في البداية أني توني مخلص الخدمة الوطنية خلصت وتوني راد إن شاء الله للجوجيتسو أنك كنت موقف تقريبا سنة في الخدمة وراد إن شاء الله راد شوي شوي وتجهيزي إن شاء الله لبطولة العالم بتكون بعد هالبطولة إن شاء الله بكون بسوي نفس معسكر بسيط مع نفسي وبتمرن إن شاء الله مرتين يوميا. شوف احنا طبعا كنادي العين كلعيبة كإدارة كستاف كامل يجهزون اللعيبة قبل البطولة تقريبا فترة طويلة فنكون جاهزين حق بطولات مثل هذه فدائما العين ما يرد على المركز الأول. أشوف وما أقول لك إياها المنافسة حلوة صحيح و يعني ما لابد منها وإن شاء الله أن اليوم إحنا بنكون جديرين فيها. الحمد لله أنا مع نادي العين ألعب تحضيرات عن قبل شهر بطولة مهمة علينا أول موسم لها والحين التحضير الثاني لها الحين وإن شاء الله نكون على قدها ونكمل ونحصل على البطولة مع نادي العين. نحن كنا في المرحلة الأولى كنا متصدرين كنادي العين ونحن طامحين الحين بعد المرحلة الثانية نصدر ونكون من الفريق الأول اللي يستلم هذه الجائزة بإذن الله. هنا نحن يا طويل العمر ما نعتمد على لاعب ولا لاعبين نحن ناس ما تقول تيم كامل كل واحد يشل الثاني إذا كل وزن عندنا فيه اثنين إذا خسر واحد الفريق كله يعتمد على الثاني وفي النهاية ناس ما قلت لك روح التيم هو اللي يشل الرانك والبطولات أي شيء تباه أهم شيء تأخذه بروح الجماعة ما تأخذه بالروح الفردية. هاي البطولة نحن مسوينها عشان الشباب أبناء الوطن المواطنين ونشوفهم يعني نشوف مستوياتهم نفس ما نقول هالبطولة تكون ميكس بلت نفس البطولات الآسيوية عشان نتعود على الفوتلوكس وهالأشياء وعشان يعني نشوف المستويات يعني الحزام اللي أقل عنا والأكبر عنا نشوف شو الأغلاط ونعدلها. صح يعني أنت يوم تلعب يا أخوانك المواطنين نحن نتطور كالشعب كله يتطور وكل حد اللي يحب الجوجيتسو يجي هالبطولات المواطنين يشوف مستوى المواطنين نحن قاعد نتطور كل سنة وسنة ونشوف يعني الجراند سلام يزيد بطولة العالم العدد يزيد يوم يجونا ناس من برا يعني نشوفهم عاديين. والله ياسيت ناقش مع صديق المنتخب عبد الله الجنيبي تكلم عن أيام السفرات معسكرات المنتخب كيف التجهيز كيف البطولة يعني من زمان ما لعبنا بطولة على النظام الأسيوي وإن شاء الله متحمسين اليوم إن شاء الله. والله التحضيرات يعني كنا نحضر لها البطولة من 3 أسابيع بالنسبة للنادي وبالنسبة لنا كلاعبين بطولة وايد مهمة خصوصا أنها بلاك بيلت رول فيعني في حركات مو مسموحة حقنا نحن في حزام أزرق نقدر نسويها وإن شاء الله أنا وربيع عبد الله إن شاء الله اليوم في النهاية إن شاء الله. تحد إقامة بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو بنادي الشرق الرياضي أول بطولة تقام في صالة الرياضية المغلقة بعد إنجاز أعمال تجديدها وتطويرها بالكامل والتي تسعى إلى توفير أجواء رياضية احترافية ومريحة للجميع. الحمد لله رب العالمين. طبعا نادي الجزيرة ولاعبي نادي الجزيرة كلهم جاهزين حق البطولة هذه. التمارين كانت مستمرة طول الأسبوعين اللي طافوا التحضيرات قوية بنشهد منافسة قوية جدا إن شاء الله وطبعا المفاجآت في الجوجيتسو دائما تكون كثيرة فإن شاء الله إن شاء الله نادي الجزيرة راح يكسب الجولة هذه كلاعبين وكم على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي إن شاء الله. والله نظام يفيدنا آسيويا لأن بيكون قانون بلاك بيلت فاللي يثبت وجوده هني بيكون أبسط عليه في الآسيوي يعني بعد موسم إن شاء الله ممكن نكتسح في الآسيوي الشباب كلهم يلعبون قانون مفتوح
فيرتفع الليفل شوي 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 وان شاء الله نوصل ليفل عالي. حظيت الصالة الرياضية المغلقة في نادي الشرق الرياضي بحضور كبير من المشجعين، ذلك بعد تدشينها لأول مرة منذ إجراء أعمال التطوير والتجديد، وأظهر الحضور دعما كبيرا لمساندة أنديتهم، وامتلأت المدرجات بالمشجعين من ذوي اللاعبين ومدربيهم وزملائهم وهوات اللعبة بشكل عام، في مشهد يؤكد على الحضور الراسخ لرياضة الجوجيتسو بين مختلف فئات المجتمع المحلي، وبما ينسجم مع أهداف اتحاد الإمارة الجوجيتسو المستمرة. تنافس اللاعبون من مختلف أندية الدولة ضمن ثلاثة فئات، تمثلت في فئة الرجال فوق سن 21 عاما، وفئة الشباب تحت سن 21 عاما، وفئة الناشئين تحت سن 15 و16 و17 عاما، سعيا لاقتناس أكبر عدد من الميداليات الملونة والفوز بواحدة من أغلى الألقاب على رياضة الجوجيتسو بدولة الإمارات، ورفع كأس البطولة ذو التصميم الفريد مع نهاية ثلاث جولات البطولة والمقرر انعقادها في دبي في مارس 2019. حظي نادي العين على صدارة وترتيب العام لبطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو في ختام الجولة الثانية التي أقيمت بنادي الشرق الرياضي، ذلك بعد منافسة استثنائية جمعت بين 11 ناديا على مستوى الدولة في سعيها للوصول إلى منصة التتويج خلال الجولة النهائية التي ستقام في 2 مارس المقبل. تحظى بطولة كأس نائب رئيس الدولة للجوجيتسو باهتمام كبير على مستوى اللاعبين والأندية باعتبارها تقام للمرة الأولى ضمن الموسم الرياضي 2018-2019، وبعد انطلاقها لأول مرة في نوفمبر عام 2018. تصدر نادي العين المشهد بمجموع 414 نقطة، وعدد ميداليات بلغ 9 ذهبيات 3 فضيات 5 برونزيات، بينما حل نادي الوحدة في المركز الثاني بمجموع 290 نقطة، وعدد ميداليات بلغ 2 7 فضيات 4 برونزيات. أما المركز الثالث فكان من نصيب نادي الجزيرة الرياضي بمجموع 132 نقطة، وعدد ميداليات ذهبية 1 و3 فضيات و3 برونزيات. حرص اتحاد الإمارات للجوجيتسو على تقديم ميدالية مميزة للاعبين الفائزين بما تضمنه من تصميم مبتكر يشمل شعار الاتحاد وعلم دولة الإمارات لتعبر عن حالة الفخر التي تتميز بها البطولة، ولتكون ميدالية مميزة في النسخة الأولى من الكأس الذي تقام منافسته لأول مرة في الموسم الرياضي الحالي 2018-2019. أول شيء سعداء بأن تقام هذه البطولة والجولة الثانية منها في إمارة الشارقة، إضافة كأس نائب رئيس الدولة كإضافة حقيقة هي إضافة نوعية قام فيها الاتحاد، شاكرين لهم على هذه، مبسوطين باللي شفناه من مشاركة ومستوى مشاركة من شباب المواطنين. يعني هذه الرياضة في الإمارات نراها دائما في نمو وفي تميز، وهذا كله حقيقة يعني برؤية واضحة من سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه واهتمامه بهذه الرياضة. يعني هي الاختلافات بسيطة، لكن يعني دائما يكون في عنصر منافسة مختلف يعطي أبعاد أخرى للاعب، فما يكون فقط في مجال واحد وإنما عنده فكرة عن كانت طريقة هجومية أو دفاعية للرياضة من أفكار مختلفة. وما شاء الله الأخوان في الاتحاد عندهم العديد من البطولات الدولية اللي مفتوحة للجميع،
وجود كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة للمواطنين أعتقد أن هي يعني قد تشجع كثير من الشباب اللي يمكن عنده رهبة أن يلعب مع لاعب دولي أو كذا أنه يبدي كخطوة أولى في هذا المجال وتخلق بيئة تنافسية بين الأندية وهذا جدا إيجابي. احنا طبعا سعيدين وفخورين جدا باستضافة بطولة تحمل اسم نائب رئيس الدولة. هذه البطولة طبعا تم تنسيق مع الاتحاد لاستضافتها. البطولة تعني الكثير لرياضة الجيجيتسو بشكل عام ونادي الشارقة بشكل خاص. طبعا التحضيرات تمت بشكل مسبق عن طريق التنسيق مع اتحاد الجيجيتسو. الاتحاد حقيقة يعمل بالقرب أو قريب منا جدا. التحضيرات طبعا بدأت عن طريق تشكيل اللجان وفرق عمل بشكل عام تقوم بتنظيم هذا الحدث مع الاتحاد الجيجيتسو. البطولة طبعا مثل ما قلنا هي غالية علينا كلنا وهناك اهتمام كبير من قبل مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي لاستضافة مثل هذه الأحداث والبطولات. الحمد لله رب العالمين والله ربك احفظنا السعداء بتنظيم البطولة واستمرارها في إمارة الشارقة. يمكن هذه أول مرة تكون في نادي الشارقة في منطقة الحزانة وكجزاك الله خير نقدها من أقدم الصالات اللي موجودة في البلد وهذا دليل واضح على ريادة الشارقة في الرياضة في دولة الإمارات. والريادة هاي جاية من سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم الله يحفظه ويرعاه وقدرنا أن نبيض وجوهنا قدامه على الدعم اللامحدود والسخي للرياضة والرياضيين. يعني الكلام دائما أنا أكرره أقول يقول كلمتين يقول عيالي بحفظهم هو عارف وعلى يقين شو الفائدة اللي ممكن يجنونها الأولاد من خلال ممارستهم الرياضة وتواجدهم في الأجواء اللي مثل هذه والاحتكاك مع المدارس الأخرى والأندية الأخرى. هذه الأمور كلها تصب في تطوير أدائهم الأولاد ودائما نحن حريصين كمجلس أن نقول أبطال في الملعب وقيادات في الحياة لأن لازم أن الرياضة يعني مثل ما يقول دائما صاحب السمو يقول أنا أبغي النادي بيئة خصبة يستثمرون الأولاد أوقاتهم لشيء مفيد لهم. فالشيء المفيد لهم مو بس الرياضة مو بس الفوز لا بالعكس بالنسبة لنا المكسب الحقيقي هو صناعة قيادات شابة تخدم دولة الإمارات بصفة عامة وإمارة الشارقة بصفة خاصة. شهدت الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو على مستويات التنظيم بالتعاون بين اتحاد الإمارة اللعبة وبين نادي الشارقة الرياضي لتخرج البطولة من إمارة الشارقة بشكل مبهر للغاية ولتكن بجدارة واحدة من أهم البطولات في دولة الإمارات. فيعد تنظيم هذه البطولة في الشارقة يعتبر ثمرة تعاون استراتيجي بين الأندية واتحاد الإمارة للجوجيتسو الذي نجح خلال السنوات الماضية من ترسيخ مكانته وتعزيز انتشار هذه اللعبة بين مختلف فئات المجتمع وازدياد أعداد اللاعبين بشكل استثنائي خلال الفترة الماضية. ذلك في ظل أن البطولة تعد إضافة نوعية متميزة يقدمها اتحاد الإمارات للعبة للشباب المواطن عبر توفير بطولات ومنافسات وفعاليات مهمة قادرة على تعزيز مهاراتهم وتطويرها في رحلة الاحتراف. بداية أتوجه إلى قيادتنا العليا سيدي الشيخ محمد وجميع الشيوخ على اهتمام هذه اللعبة. صارت لعبة من أهم ألعاب في دولة الإمارات بصفة خاصة وفي العالم. لعبة لها شعبية كبيرة. لعبة صار فيها الشاب والحافظ على نمو الشاب. ما رأينا في مجلس الشارقة الرياضي أن اللعبة صار فيها اهتمام كبير من فئتنا الشباب واهتمام من قيادتنا العليا. حطينا في عين الاعتبار في مجلس الشارقة الرياضي أن ننمي هذه اللعبة ونقويها في مستوى على مستوى إمارة الشارقة. وتم الحمد لله التنسيق مع أندية نادي الشارقة والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية لانتشار هذه اللعبة حسب التقارير اللي وصلتنا من الأندية أن في إقبال كبير من أبنائنا وبناتنا على هذه اللعبة. اللعبة لعبة مهمة جدا. اللعبة تحصل ميدالية ذهبية ترفع راية العلم الإمارات بالمحافل الدولية تنمي عقل اللاعب
تقوي جسدية اللاعب، تحافظ على اللاعب، تعطيه نظام معين للاعب، فيها فوائد كثيرة، فيها بنية قوية. فرأينا احنا في نادي الشارقة الرياضي ان نهتم في هذه اللعبة في إمارة الشارقة على مستوى إمارة الشارقة، وكذلك نهتم في البطولات اللي تقوم اللي كان باسم رئيس الدولة ونادي رئيس الدولة باسم يعني اتحاد، يعني نشكر اتحاد الجسو على هذه اللعبة والاهتمام هذه اللعبة، نتمنى لهم التوفيق. يعني مثل ما عرفت انا معلومات يعني عندي يعني ان عدد وصل 140 الف لاعب في مستوى دوله الامارات، هذا شيء شرف كبير لدوله الامارات، وان لعبه صار لها مده قصيره يعتبر في دوله الامارات تنتشر هذا الانتشار، هذا دليل على اهتمام قيادتنا العليا هاي اللعبه، وما راوا من هذه اللعبه فيها فائده لابنائهم وبناتهم في هذا الدوري. فنتمنى لهم التوفيق، نتمنى لقيادتنا، نتمنى للاتحاد الجسو ونحن كل الدعم في مد الشارقة الرياضي في الأندية الشارقة مكان الشارقة المطور الوسطى والمطور الشرقية في اهتمام حتى في عين الاعتبار بالأندية الشارقة. كما شهدت البطولة مستوى حضور مميز سواء من اللاعبين أو مشاركين، حيث شهدت البطولة نموا ملموسا. كان اتحاد الإمارات الجوجيتسو قد اعتمد نظام جوائز يمنح من خلاله الجائزة الكبرى إلى الأندية الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى مع نهاية ثالث جولات البطولة وفقا لمجموع النقاط التي حصلوا عليها على مدى جولات البطولة. والله لعبت أربع فايتات، أول ما قدرنا ناخد سبميشن وكله بوينت، يعني كله فشت بالبوينت والحمد لله. الحمد لله أول فايت ما توفقت فيه، خسرت 2 بوينت، بعدين حطوني في القرعة البرونزية، لعبت 3 فايتات، انهيت أول فايت على البرونزية 50-2 وثاني فايت 16-0 بعد فايت سبميشن، والحمد لله حصلت على البرونزية. طبعا اليوم كانت نزالات قوية في وزن 77 والحمد لله قدرت أوصل للمباراة النهائية، ولعبت مع أخوي طالب الكربي اللي هو أعتبره أخ وقدوة لي طبعا، لأن يكون فيها احتكاك للاعبين، لأن بطولة مفتوحة بالأحزمة، فتكون عندك خبرة حق المراحل القادمة، يعني اللي من حزام البنفسجي رايح إلى البني، فخلاص تكون عندك خبرة حق البطولات الآسيوية. طبعا الحمد لله التوفيق من الله، اليوم لعبت وزن 77 طبعا أوبن بيلت ما فيه أحزمة، لعبت 3 فايتات، الفايت الأول كان شوي صعب، ما أدري أنا بالنسبة لي دائما أول فايت يكون صعب، الحمد لله الفايت الثاني قدرت أني أتفادى ربيعي عبد الله الجنوبي، وعقب لعبت الفايت الثالث اللي هو كان فاينل ويا ناصر بريكي، والحمد لله الله وفقني. صحيح انا طبعا قلت لك اول فايت تفاجات الصراحه من مستوى اللاعب اللي لعب وياي، طبعا هو حزام ابيض كان مستوى جدا عالي، احرجني الصراحه اول فايت، لكن الحمد لله الخبره اللي فوزت اول فايت. والله الحمد لله البطوله يعني مثل ما تعودنا مثل كاس نايب ريس الدوله وكاس ريس الدوله، كنا اخر مره راجعين بطوله ويا المنتخب، فتعودنا الحمد لله على البطولات هذه، بطوله حزمه مفتوحه، الحمد لله خسرت يا صديقي وقت طالب كربي الحمد لله، وبعدين ما شاء الله احتل الفئات الثلاث، بس الحمد لله نحاول نبذل المجهود اكثر انا وربعي في النادي، الحمد لله ان شاء الله نتوفق ان شاء الله. البطوله صعبه بس حققت المركز الثاني، فزت على اللعيبه اللي كنت معاهم، خسرت الفاينل مع لاعب دياب النعيمي، كان عنده أداء أكثر أقوى مني، بس الحمد لله على كل حال نحن نستعمل نظامين الحذاء، بس هالبطولة بس بالوزن، أشوف زين إنها هي بطولة واحدة مش كل البطولات، لأن أحس إن أحسن نلعب مع اللي نفس الوزن نفس الحزام، لأن نتعلم من الأغلاط اللي الناس اللي مثلنا بعدهم جدد مثلا اللي جديدين في اللعبة. الصراحة والله منافسة كانت قوية جدا، بس الحمد لله
حصلت على المركز الثاني وأول فايت فزت وثاني فايت خسرت. لا هي الصراحة زين عشان تتعود إنك تباري شيء وبدون ما تخاف بدون ما تفكر إن هذا عزامة فوق وهذا عزامة تحت وتتطور في اللعب إن شاء الله. تتمتع هذه البطولة بوضع خاص لكونها تحمل اسم سيدي صاحب السمو نائب رئيس الدولة، فهي تعد دليلا على إيمان القيادة بتشجيع المواهب والأندية والشباب في الاستمرارية. بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة إضافة قيمة وهامة لأجندة البطولات المحلية لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، وما نراه اليوم من إقبال كبير من اللاعبين والأندية تأكيد على المستوى الفني الذي يمتلكونه للمنافسة ودليل على تحقيق رؤية الاتحاد الإماراتي للجوجيتسو إلى تعزيز حضوره للعبة وبناء جيل قوي واعد قادر على تمثيل الإمارات في المحافل الدولية. البطولة تشهد اهتماما متزايد من الأندية ورؤسائها بالمساهمة في تعزيز حضور رياضة الجوجيتسو وإثراء مستوى لاعبيها وعقد معسكرات التدريب الفاعلة ودعم البطولات بكل الإمكانيات المتاحة بدءا من الاستضافة وحتى تسخير كافة الموارد لضمان مشاركة قوية للاعبين. بطولة كأس صاحب السمو ونائب رئيس الدولة للجوجيتسو إثارة ومتعة ليست لها حدود.